النهاردة الاتحاد الأفريقي وقبل قليل أعلن حكم مباراة الأهلي والوداد، وحصل تحفظ كبير على أسماء طاقم التحكيم، وحصل نوع من الإخفاء من قبل اللجنة الرئيسية للحكام في الاتحاد الأفريقي. اختارت اللجنة الجنوب أفريقية فيكتور جوميز لإدارة المباراة، معاه صادق السلم التونسي حكم رابع، مصطفى غربال الجزائري حكم فيديو. قبل ما هقول لكم ليه فيكتور جوميز وايه هو مين هو فيكتور جوميز، لان واحد كان سمعت الكابتن سمير عثمان من كام يوم بيصفوا ان ده افضل حكام القاره حاليا، وحد من جنوب افريقيا، راجل اعمال ميسور الحال، يملك طياره خاصه، 38 سنه، مواليد 82، 15 ديسمبر 82 في جوهانسبرغ، اصلا برتغالي، يعني هو جنوب افريقي اصلا برتغالي. حصل على الشارة الدولية من 9 سنين بالضبط، من 2011 يا باشمهندس، 2011 حكم دولي. أنا هتوقف عند كلمة مهمة جدا جدا جدا، رجل أعمال يمتلك طائرة خاصة. مين اللي هيعرف يشتري الرجل ده؟ مين؟ يعني هذا رجل لا يمكن إنك أنت تقدر تقرب منه. يعني محدش يكلم وشاكك بصرف النظر بقى، ده رجل مليء تماما، وهو ده ممكن يكون تميزه جاي انه مستغني مش محتاج حاجه. بيلعبها هوايه وبيحبها. طيب فيكتور جوميز الناس شافته ادار مباراه الاهلي والقطن الكاميروني 2017 لما الاهلي فاز 2-0 اجاييه ومؤمن زكريا، الاهلي والنجم الساحلي في نصف البطوله الافريقيه نسخه 2017 في مباراه الاياب في برج العرب اللي الاهلي فاز فيها بسداسيه، الاهلي وكامبالا سيتي في 2018، واخر مباراه فيكتور جوميز ادارها للاهلي كان الاهلي وفاق سطيف الجزائري 2019. هو من زمان وهو تصنيفه جيد وحكم، يعني ما حدش سمع عليه كلام. هيجي يقول لك اصله من جنوب افريقيا اللي هي بلد موسيماني، ده موضوع بقى تاني، لكن انا شايف من مواصفاته الشخصيه ان ده حكم كان هايل ماتش الزمالك والترجي في السوبر الافريقي، مش هيدي دماغه لحد. مش بتاع يعني الكلام هو ده، يعني بيحاكم ليه يعني؟ لكن ايه سبب تاخر الاتحاد الافريقي في الاعلان؟ الاتحاد الافريقي لمزيد من الشفافيه وضبط العمليه التحكيميه شويه عمل نظام جديد، الحكام ما حدش يعرف مكانهم ولا طريقهم ولا اسمائهم. كان الاول النظام المعمول بيه انه النادي المنظم للمباراه هو اللي بيستضيف الحكام وهو اللي بيستقبلهم وهو هو اللي بيبعت لهم تذاكر الطيران وهو اللي بيقيمهم ومعاه اداري من النادي مرافق ليهم. الاتحاد الافريقي قال لك لا بخ خلاص، الاتحاد الافريقي هو اللي هيحجز لحكام المباريات، هو اللي هيستقبلهم، هو اللي هيستضيفهم، هو المسؤول عنهم، ويفاجئك بيهم كنادي طرفين المباراه في الاجتماع الفني قبل المباراه ب 24 ساعه. استاذ ابراهيم وده الصح. لما كنا في اتحاد الكوره في 2004 كنا بنتكلم في النقطه دي، يعني ايه الحكم يروح ياخد مستحقاته بعد المباراه من النادي صاحب الارض؟ وكان في انديه كتير جدا تبقى خسرانه تقوم ايه تعمل ان الراجل مشي، ويعني كان في مضايقات وموضوع غير لائق ان يحصل احتكاك مالي بين الحكم وبين الانديه اللي هي اطراف المباراه. من اللائق جدا اتحاد الكوره الاتحاد الافريقي يبقى مسؤول عن حكامه تماما، يتحفظ على حكامه ويبص عليهم كويس، هو اللي اتعامل معاهم، هو اللي رافقهم، هو اللي سكنهم، هو اللي وديهم، هو اللي جيبهم. خلينا نمنع القيل والقال، نتمنى ده.